السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 أو الفصل الأول Making a Stronger Me، Making a Stronger Me أو يجعلني أقوى. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية Lesson 4 أو الدرس الرابع Page Number 10 أو صفحة رقم 10. النهاردة نبتدي مع Lesson 5 أو الدرس الخامس Page Number 11 أو صفحة رقم 11، وعنوانها A New Year. A New Year يعني سنة دراسية جديدة. هنا السنة دي يا أصحابي هيبقى معانا أصدقاء جدد. أول صديق لينا هيكون اسمه رشاد. السنة اللي فاتت كان معانا حسام وكان معانا نور وكانوا موجودين معانا في منهج ديسكوفر. السنة دي هنتعرف على صديق جديد لينا اسمه رشاد. رشاد معانا في برايمري 3 أو في الصف الثالث الابتدائي برضو، وهنشوف رشاد هيحصل له ايه معانا السنة دي. والنهاردة عايزين نتعلم New Life Skill أو مهارة حياتية جديدة، هي اسمها الامباثي. الامباثي أو التعاطف، ازاي ان احنا نتعاطف مع حد لو حد مر بموقف محرج قدامنا أو حد حصل له حاجة سيئة. ازاي ان احنا يبقى عندنا امباثي أو ما عندنا تعاطف ونقدر نتعاطف معاه، نحط نفسنا مكانه، نشوف هو قد ايه مثلا حصل له حاجة مؤلمة او حاجة بتضايق اي حد، ونتعاطف معاه ونتصرف معاه على الاساس ده. اللايف سكيل دي اسمها امباثي، امباثي او تعاطف. المهم ان احنا نكون فاهمين ان الامباثي او التعاطف دي لايف سكيل مهمة جدا يا اصحابي. زي ما احنا هنتعاطف مع الاخرين لو هما بيمروا بشيء سيء او بموقف سيء، هما كمان هيجي وقت وهيتعاطفوا معانا فيه وهيحسوا مثلا بموقف سيء احنا مرينا بيه او بوقت صعب احنا مرينا بيه. فهنا النهاردة احنا بنتكلم عن الامباثي او عن التعاطف. الستوري الجميلة اللي احنا هنقراها دلوقتي في Lesson 5 او في الدرس الخامس فيها بعض المعلومات الخاصة باللايف سكيل دي. واول حاجة زي ما قلنا عنوان الدرس هو A New Year أو عام دراسي جديد. فأول حاجة بيقول لنا هنا Read the story، Read the story أو اقرأ القصة. فبيقول لنا رشاد was excited to start a new school year. رشاد كان متحمس علشان يبدأ عام دراسي جديد. The first week، الأسبوع الأول، he met his neighbor زينة. فأول أسبوع هو قابل جارته زينة. زينة جارته طلعت كمان زميلته في الكلاس روم أو في الفصل في المدرسة. And they became friends، وهم أصبحوا أصدقاء. رشاد and زينة spend lots of time together. رشاد وزينة قضوا أوقات كتيرة مع بعض. Talking about building things، بيتكلموا عن building things أو بناء الأشياء. They had a lot in common. They had a lot in common يعني هم عندهم حاجات كتير أو مشتركين فيها. They were excited، هم كانوا متحمسين جدا. To start on a new class project، to start on a new class project، ان هم يبدأوا في مشروع مدرسي جديد. زي ما احنا عارفين يا أصحابي ان احنا كل سنة بيبقى عندنا projects أو مشاريع بنعملها في الكلاس روم مع بعض. فهم كانوا متحمسين جدا ل new class project أو مشروع دراسة جديد يعملوه في الكلاس روم. The class was going to write and perform a play about being healthy. الفصل كان هيبتدي يكتب ويعمل مسرحية عن ازاي ان انت تكون بصحة جيدة. Each group، كل مجموعة، will get to write a script، المفروض ان هي تكتب script او نص زي ما احنا عرفنا قبل كده للplay او للمسرحية اللي هم هيعملوها. The teacher announced، يعني المعلم اعلن كده ان each group will get to write a script. The teacher قال كده.
First, decide on each person's role for the project. أول حاجة لازم نقرر decide on each person's كل شخص من الشخصيات role دور بتاعه for the project في البروجكت ده أو في المشروع ده. Then ثم بعد ذلك you will need to agree on the story. الجروب طبعا هيحتاج ان هو agree on او يتفق على الستوري اللي هم يكتبوها. رشاد and زينة felt lucky. رشاد وزينة حسوا ان هم محظوظين that they got to be in the same group علشان هم هيبقوا في نفس الجروب او في نفس المجموعة. Their group began picking roles. المجموعة بتاعتها ابتدت ان هي تختار الادوار for the project للمشروع. رشاد loves building things. رشاد بيحب بناء الأشياء. So he picked the role of creating the props. علشان كده هو اختار ان هو يبقى اللي بيعمل البروبس. البروبس او الأدوات والحاجات اللي بيستخدموها في البلاي بتاعتهم. مثلا لو مثلا انت بتعمل بلاي عن موضوع معين في مثلا علم هو بيعمل العلم ده وبيلونه فده بروب او ده غرض من الاغراض اللي بيستخدموها في عمل البلاي بتاعتهم وهكذا. اي حاجة ممكن يكونوا بيستخدموها كأداة عرض في عمل البلاي بتاعتهم او في عمل البروجكت بتاعهم هو بيعمل البروب ده او بيعمل الغرض ده. زينة also like to make things. زينة ايضا بتحب تعمل الاشياء. So she decided علشان كده هي قررت to make the costumes. To make the costumes علشان ان هي تعمل الازياء. Costumes الازياء اللي هي الهدوم اللي هيلبسوها وهم بيقدموا البروجكت بتاعهم. The other group members الاعضاء التانيين اللي في الجروب took the roles اختاروا الادوار of script writer اللي هي واحد هيبقى كاتب للسكريبت او script writer and schedule keeper واحد تاني هيمسك جدول العرض بتاع البروجكت بتاعهم. Then ثم بعد ذلك it was time to start planning the story. ده بقى خلاص وقت تخطيط الستوري او القصة اللي هم هيعرضوها في البروجكت بتاعهم. رشاد had a good idea. رشاد كان عنده فكرة كويسة. He said I think we should tell a story. اعتقد ان احنا ينبغي ان احنا نقول story او قصة about how fast Egyptian Arabian horses are. عن ازاي ان ال Egyptian Arabian horses او الخيول العربية المصرية سريعة. ازاي هي سريعة. Zaina laughed at Rashad's idea. Zaina سخرت يعني ضحكت وسخرت كده من فكرة رشاد. She said هي قالت that's a terrible idea. That's a terrible idea يعني دي فكرة بشعة فكرة شنيعة. It has nothing to do with being healthy. هي ملاش علاقة خالص بان انت تبقى بصحة جيدة. I think the best story to tell. انا اعتقد ان افضل قصة ممكن نقولها is about Sarah Ahmed. هي عن سارة أحمد. She was the first Egyptian woman. هي كانت أول امرأة مصرية to win an Olympic medal. تفوز بميدالية أولمبية. رشاد was surprised. رشاد كان مندهش وكان مصدوم that his friend إن صديقته didn't like his idea. ما حبتش وما عجبتش بالفكرة بتاعته. His feelings مشاعره were hurt. اتجرحت. He said هو قال I don't like your idea either. انا ببحبش فكرتك برضو. If we don't use my idea لو احنا مش هنستخدم الفكرة بتاعتي I don't want to be in this group. انا مش عايز ابقى في الجروب دي. He folded his arms. هو ربع دراعاته كده وقفل دراعاته على بعضها and pouted وبوز تجهم عبس وشه كده كشر كده وضرب بوز يعني. وبكده عرفنا الستوري الجميلة اللي مر بيها رشاد وصديقته زينة اللي هي his neighbor كمان هي جارته وصديقته في نفس الوقت والكوليج بتاعه في الكلاس روم واللي حصل بينهم في اليوم بتاع البروجكت اللي اعلن عنه التيتشر بتاعهم. تعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده ونشوف ايه اللي حصل بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 12 او صفحة 12.
احنا سيبنا الستوري الجميلة اللي احنا قريناها من شوية، هنرجع لها تاني كمان شوية، بس هنا لسه زي ما قلنا بنتكلم عن الامباثي او التعاطف. فبيسألنا بعض الاسئلة يا اصحابي، وبيشوف هنعمل ايه وهل هيكون عندنا امباثي او تعاطف ولا لأ. فبيقول لنا what would you do، ماذا كنت ستفعل، what would you do، ماذا كنت ستفعل. وبعدين بيقول لنا هنا match the solution you are most likely to use with each scenario، وصل الاختيار اللي انت كنت اغلب في اغلب الاحوال هتستخدمه كل سيناريو من السيناريوهات او من الاحداث او من القصص الصغيره اللي ممكن تحصل تحت دي. فبيقول لنا هنا there may be more than one correct answer، ممكن يكون هناك اكتر من اجابه واحده صحيحه. ومدينا مجموعه اختيارات المفروض ان احنا نوصل كل سيناريو او كل قصة من القصص الصغيرة اللي هو بيقولها لنا دي، او موقف صغير من المواقف دي، بحاجات احنا ممكن نعملها في الموقف ده. تعالوا نوصلها مع بعض. فبيقول لنا يا اصحابي اول حاجة your friend makes fun on someone in class، your friend makes fun on someone in class، يعني صديقك سخر من واحد تاني، من شخص تاني في الكلاس روم عندكم. المفروض انت كنت هتعمل ايه؟ كنت هت ask your friend to stop، هتقول له اسكت، ولا get help from an adult you trust، ولا get help from an adult you trust، هتحتاج هتطلب مساعدة من شخص بالغ انت بتثق فيه، ولا walk away، هتمشي بعيد، and find other friends to be with، وتدور على اصدقاء تانيين ممكن تكون معاهم، ولا be a friend listen support and speak up، هتكون مع صديقك وهتسمع له وهتدعمه وهتتكلم كمان بصوته، ولا say nothing، مش هتقول حاجة، and walk away، وهتمشي، ولا ask for an apology، ask for an apology، هتطلب منه ان هو يعتذر. المفروض طبعا ان انا مثلا بالنسبة لي لو my friend makes fun on someone in class هقول له اول حاجة ask your friend to stop، هقول له اسكت. تاني حاجة ممكن مثلا ان انا اقول له يعتذر، ask for an apology، اعتذر كمان لو سمحت. طب تاني جملة بيقول لنا your friend pressures يعني بيضغط you عليك to do something، علشان تعمل شيء ما you don't want to do، انت مش عايز تعمله. المفروض ان انت هتختار ايه من الاختيارات دي يا اصحابي؟ شاطرين طبعا، انا واحد من الناس مثلا هقول له اسكت، بطل اللي انت بتعمله ده، ف ask your friend to stop، هقول له اسكت. طب لو your friend does not listen to your ideas، لو هو ما بيسمعش الارائك وكلامك اللي انت بتقوله، هتقول له stop، مش هو مش مستمعك اصلا، ولا هتحاول to get help from an adult you trust، ولا هتحاول to get help from an adult you trust، هتحاول تطلب مساعدة من شخص بالغ انت بتثق فيه، ولا walk away and find other friends to be with، هتروح تدور على اصدقاء تانيين تبقى معاهم، ولا هتبقى مع صاحبك listen و support و speak up، ولا say nothing and walk away، ولا ask for an apology. طبعا كل واحد ممكن يكون له اختياره، بس انا مثلا say nothing and walk away، مش هتكلم مش هقول اي حاجة وهاخد بعضي وامشي. طب لو your friend tells your secret، السر بتاعك، to other people in class، للناس التانيين في الكلاس روم، المفروض هتعمل معاه ايه؟ انا طبعا ه ask him for apology، هقول له يعتذر، وكمان ممكن ask your friend to stop، هطلب منه ان هو يبطل اللي هو بيعمله ده. طب اخر حاجة بيقول لك your friend spreads، يعني صديقك بينشر a rumor، اشاعات about someone، عن شخص ما in class، في الفصل، هو بينشر rumors او اشاعات about someone in class، عن شخص ما في الكلاس روم، المفروض هنعمل ايه؟ طبعا انا ممكن اقول له ask your friend for an apology، او هطلب منه ان هو يعتذر عن اللي هو بيعمله ده. طبعا يا اصحابي هنا مفيش اجابة نموذجية، ممكن كل واحد يبقى ليه اختيار
اللي هو يختاره في السيناريو ده او في الموقف ده. المهم ان احنا نبقى عارفين ان لازم يكون عندنا empathy او تعاطف مع اي شخص بيمر بموقف حرج او بوقت صعب، ولازم يكون عندنا empathy ونحس بيه ونحط نفسنا مكانه كمان. وتعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 13 او صفحة 13، ولسه بنكمل الستوري الجميلة بتاعت رشاد وزينة. فهنا العنوان بتاع البيج دي بيقول لنا asking for help، طلب المساعدة. فبيقول لنا read the story، يعني اقرا القصة. اول حاجة بيقول لنا that night، يعني في هذه الليلة، في نفس الليلة اللي كان فيها رشاد وزينة في الكلاس روم وحصل بينهم الاختلاف اللي قريناه من شوية. that night، في هذه الليلة، رشاد was eating dinner، رشاد كان بيأكل العشاء بتاعه، with his parents، مع والديه، and younger sister ياسمين، وأخته الصغيرة ياسمين. فهو رشاد بيقول ايه بقى؟ you wouldn't believe that Zena did، رشاد said، يقولهم انتوا مش هتصدقوا زينة عملت ايه؟ رشاد قال كده. I thought we should tell a story about how fast Egyptian Arabian horses are. انا اعتقدت ان احنا المفروض نقول قصة عن ازاي الخيول العربية المصرية سريعة. But زينة، لكن زينة، laughed at me، سخرت مني. The other kids، الاطفال التانيين، in our group، في الجروب بتاعنا، had different ideas، عندهم اراء تانية too، ايضا. She didn't like any of them، هي ما حبتش ولا فكرة فيهم. I don't know what to do، أنا مش عارف أعمل إيه. رشاد cried، رشاد عيط وبكى. زينة is my friend but now it feels like we do not even like each other، زينة كانت صديقتي بس أنا حاسس دلوقتي إن إحنا مش بنحب بعض أصلا. All because، كل ده بسبب، we cannot agree، احنا مش قادرين نتفق، about what story، عن اي قصة to tell، هنقولها for the play، في المسرحية اللي احنا المفروض نعملها. رشاد's parents، ابو رشاد ومامته، were glad، كانوا سعداء، to see him، علشان هما شايفينه، excited about the play، متحمس بخصوص المسرحية دي. They were also worried about how he worked with others، هم كانوا قلقانين هو يتعامل ازاي مع الاشخاص التانيين. رشاد's mom، والدة رشاد، said، قالت، I think it would be best for you to learn more about your friend's ideas، انا اعتقد ان من الافضل ان انت تتعلم اكتر عن افكار اصحابك. You might change your mind، ربما ان انت تغير رأيك. وزي ما احنا شايفينهم يا اصحابي، هما هنا eating dinner او بيتعشوا، وهو بيكلمهم وبيحكي لهم ايه اللي حصل وبيسألهم عن رأيهم المفروض ان هو يعمل ايه. ومكتوب تحت هنا والده بيقول له yes that's great idea his dad said، والده قال كده، قال له صح، دي فكرة جميلة جدا. والده قال كده، قال له لازم تتعلم عن your friends ideas، او الاراء بتاعت اصحابك، ممكن ان انت change your mind او تغير رأيك. why don't you ask everyone in the group to explain why they think their idea is best then you can take a group vote، بيقول له ليه انت ما تقولش لكل واحد من افراد المجموعة بتاعتك ان هو يقول رأيه، وبعدين هو هيوضح هو شايف رأيه ده ليه هو شايفه أفضل رأي، وبعدين تقدروا تعملوا جروب فوت أو تعملوا تصويت في الجروب وتشوفوا أنهي فكرة هي الأفضل علشان تعملوها في البلاي بتاعتكو أو في المسرحية بتاعتكو. ياسمين، أخت الصغيرة ياسمين، had been listening، كانت قاعدة بتسمع، to the conversation، للمحادثة دي وللكلام اللي اتقال. وبعدين قالت ايه، I don't think that idea will work، انا ما اعتقدش ان الفكرة دي هتشتغل وهتبقى كويسة معاك يا رشاد. زينة will still be mad at you، زينة هتفضل غضبانة منك. just forget your idea، انا من رأيي ان انت تنسى فكرتها خالص. and use her idea، واستخدم الفكرة بتاعتها instead،
بدلا يعني من فكرتك. then ثم بعد ذلك Zaina will be happy. Zaina هتكون سعيدة. And you can play with your friend again. وبعد كده انت تقدر تلعب مع صديقتك وأصدقائك دول مرة تانية. As Rashad helped clean up after dinner. بينما رشاد كان بينظف معاهم بعد العشاء. He thought هو كان بيفكر about his parents and sisters advice. كان بيفكر في نصيحة والديه ونصيحة أخته كمان. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا ونوصل لبيج 14 أو صفحة 14. وعنوانها making a decision. making a decision أو صنع القرار، وإحنا خدناه المرة اللي فاتت يعني إيه making a decision. وهنا بيقول لنا read the story، اقرأ القصة. وبعدين بيقول the next day، في اليوم التالي، at school، في المدرسة، رشاد presented his solution to the group. رشاد قدم الحل بتاعه للجروب أو للمجموعة بتاعته وقال I think we should share our idea and explain why we think our idea is best. المفروض أنا أعتقد إحنا لازم نعمل شير ونشارك our ideas، أفكارنا، and explain ونشرح why we think، ليه إحنا بنعتقد our idea is best، إن فكرتنا دي هي الأفضل. then ثم بعد ذلك we can take a group vote، إحنا ممكن نعمل تصويت في الجروب بتاعنا ونشوف هي فعلا البيست ايديا أو إيه هي أفضل فكرة علشان نعملها في البلاي بتاعتنا. Zaina said، زينة قالت that sounds like a great idea، أنا شايفة إن الرأي ده فكرة جميلة جدا، إحنا ممكن نتبع الفكرة بتاعتك. each student، كل طالب in the group، في المجموعة، took turns، خد دور presenting their ideas، ان هم يوضحوا ارائهم وافكارهم. كويس جدا، هم زي ما احنا شايفين في البيكيتشر هنا هم قاعدين على تيبل وكل واحد بياخد الترن بتاعه او الدور بتاعه علشان يعمل explaining او شرح للايديا او للفكرة بتاعته قدام الجروب، وفي الاخر هيعملوا جروب فوتنج او هيعملوا تصويت ويشوفوا ايه هي البيست ايديا او ايه هي افضل فكرة يقدروا يعملوها في البلاي او في المسرحية بتاعتهم. بعد كده بيقول لنا after everyone had shared، بعد ما كل واحد شارك الافكار بتاعته، رشاد took a survey، رشاد عمل بقى السيرفي، الاستفتاء ده اللي هو اللي هيعملوا فيه فوتنج او هياخدوا التصويت وهيشوفوا اي واحدة من الايدياز دي هي البيست ايديا. He first made a table، هو في الأول وقف على الترابيزة to collect the data، علشان يجمع البيانات. The first column، أول عمود من الأعمدة اللي هو رسمها في الورقة اللي هيعمل فيها collecting للdata دي أو جمع البيانات، يشوف أنهي فكرة أحسن فكرة. The first column ده listed all of the story ideas for the play، كل الآراء والأفكار الخاصة بالمسرحية اللي هم هيعملوها. ده أول كولم أو أول عمود في الآراء كلها والأفكار كلها الخاصة بالقصص اللي هم عايزين يقترحوها، اللي هم بيقترحوها للبلاي دي. The second column، العمود الثاني، was empty. was empty يعني كان فارغ. so he could add tally marks، علشان خاطر يقدر هو يحط التالي ماركس اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت لو انتوا فاكرين في الدرس اللي فات واحنا بنعمل data collection. التالي ماركس اللي هي الشرط المايلة دي، هو يحط بقى في السكند كولم ده التالي ماركس اللي بتوضح كل فكرة بيأيدها كام واحد. for every vote he collected، لكل تصويت هو جمعه. each person، كل شخص in the group، في المجموعة، wrote their vote، كتبوا تصويتهم on the paper square، في ورقة مربعة. he collected the paper squares، هو جمع الأوراق دي. And tallied the votes on the data table، وحط طبعا العلامات بتاعة التالي ماركس دي في الداتا تيبل أو في جدول البيانات. There were two stories ideas، وكان هناك قصتين بس. That got the most votes، اللي حصلوا على أعلى تصويت. Zaina's idea، هي القصة بتاعت زينة. And Rashad's idea، وفكرة رشاد كمان. At first، في الأول،
رشاد was disappointed. رشاد was disappointed. رشاد كان محبط that his idea, لأن الفكرة بتاعته did not get the most votes, ما حصلتش على أعلى تصويت. Well, حسنا, said زينة. زينة قالت حسنا. Horses can be athletes too. الأحصنة ممكن يكونوا رياضيين برضو. Let's write, خلينا نكتب a story, قصة, using both of our ideas, مستخدمين أفكارنا إحنا الاثنين. رشاد was so happy, رشاد كان سعيد جدا, that they could come to an agreement, إن هما خلاص وصلوا لاتفاق. After all, في النهاية, this play was going to be great now, المسرحية دي خلاص هتبقى رائعة دلوقتي. That they were working so well together, لأن هما كانوا بيعملوا بشكل جيد جدا together معا. The group got right to work on their script, وكمان خلاص الجروب بدأوا ان هما يكتبوا السكريبت او النص اللي هما يعملوه للستوري وللبلاي بتاعتهم. فبكده خلاص يا اصحابي احنا عرفنا اللي حصل, ازاي ان احنا ممكن نتفق مع بعض, ازاي ان احنا نقدر كمان لما نوضح افكارنا ونسمع افكار الاخرين حوالينا ممكن ان احنا نتشينج اور ايديا, او ممكن نغير راينا, او هم كمان ممكن يغيروا رايهم ويغيروا فكرتهم. المهم ان احنا لازم نتواصل مع بعض, لازم يكون في بيننا وبين بعض كوميونيكيشن, ويكون في بيننا وبين بعض تواصل. واهم حاجه اصحابي ان احنا يكون في بيننا وبين بعض كولابوريشن او تعاون, علشان نوصل لافضل نتيجة. زي ما شفنا في الستوري الجميلة دي احنا ازاي لازم يكون عندنا empathy او تعاطف مع حد حصل له موقف محرج او حد مر بوقت صعب, ولازم كمان نعمل sharing او نشارك الايدياز بتاعتنا والافكار بتاعتنا مع اللي حوالينا, علشان يقدروا يوصلوا ويفهموا احنا بنفكر ازاي, ممكن يغيروا رأيهم, واحنا كمان لازم نسمعهم ونشوف الايدياز او الافكار بتاعتهم, لان احنا كمان ممكن نغير رأينا ونعرف معلومة جديدة ممكن تخلينا نوصل لشكل افضل وشكل احسن للمشكلة اللي احنا بنحلها. المهم ان احنا هنا يا اصحابي قدرنا نعرف ازاي هم قدروا يعملوا making decision, او يقدروا او قدروا يصنعوا قرار, ويقدروا كمان يعملوا solving للproblem او يحلوا المشكلة اللي كانت بتواجههم, وقدروا يتفقوا في الاخر. انا عارف ان الدرس ده دسم شوية وفي حاجات كتير, انا بطلب منكم مش ان انتوا تحفظوا الكلمات كلها او حاجة زي كده, انا طالب منكم بس ان انتوا تحفظوا العناوين. وكمان لازم نتدرب على الريدنج يا اصحابي, احنا قرينا النهاردة الدرس, فانا عايزكم بعد ما تتفرجوا على الدرس رجعوه من الاول تاني, وكل باراجراف انا قريته حاولوا تقروه لوحدكم, اقروا مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة, اتدربوا على الريدنج لان هو مهم جدا, هنحتاجه بعد كده في الامتحان ان شاء الله في السنين اللي جاية. لازم ازاي نعرف نعمل ريدنج ونقرأ بشكل كويس, وبعدين نترجم ونفهم الكلام المكتوب ده اللي احنا بنقراه. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس, لو اعجبك الدرس اعمل لايك, اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. وما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة, قناة أسرية جميلة, الرابط بتاعها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو, والمجموعة بتاعتنا والصفحة كمان موجود اللينك بتاعهم في الديسكريبشن أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.